عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا اجتماعا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وتداولت بالمعطيات حول ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا والظروف المحيطة بهذا الارتفاع المتزايد، واتخذت اللجنة مجموعة قرارات وأعطت توجيهات لازمة للجنة الفنية التي ستجتمع اليوم الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا اليوم لرفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الآيلة لمنع الانتشار، مع وضع غرامات على المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة مرعيات الإجراء، منها تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين بانتشار الوباء، وضع الكمامة إلزامي بكل المؤسسات العامة والخاصة والاستشفائية وغيرها، منع كبار السن والمرضى وتجنب الاختلاط قدر المستطاع، العمال الأجانب بالتنسيق مع الجهات الأممية وجب توفير أماكن حجر لإقامتهم، إمكانية إلزامية الحجر بالمراكز المخصصة للمصابين مع أو بدون عوارض في المستشفيات. وشكرا. نحن عم ندرس إمكانية إنه نحجر كل المصابين بأماكن حجر بمراكز المحافظات. كل حدا مصاب وعليه عوارض بيروح على المستشفى الحكومي بمكان إقامته. يعني الحجر بالمنازل ما بقى. عم أقول إمكانية، لأنه قديش عنا عدد إصابات، قديش بتساع هي مراكز الحجر بناء عليها. اللي قدران لوجستيا ببيته بالفترة الأولى بضمن الضوابط بالحجر الإلزامي المنزلي الآمن نبقي عليه، لا بده يروح أكيد عن مركز الحجر المخصص من قبل الحكومة. لا، لن يكون هناك حتى تاريخي إقفال، لا المطار مش وارد، الإقفال أبدا مش وارد، الحياة ستستمر، اتخاذ التدابير والإجراءات بمسؤولية تقينا من اتخاذ إجراءات أكثر تشددا. الكمامة بموجب القوانين بعد 50,000، أما المخالط اللي عم بيجي مش عم ينطر 48 ساعة ل 72 ساعة، في إجراءات قانونية مسلكية وغرامات مالية مرتفعة بين 600,000 و 5 مليون. كيف ستعاملون الوضع بالمطار والمطاهي؟ كيف رح تتشددوا؟ بتمنى أنه نكون موضوعيين بالطرح. أصحاب المؤسسات الحريصين على استمرارية عملهم وسلامة روادهم عليهم أن يساعدوا وزارة الصحة العامة واللجنة الوزارية المختصة لنحد من الانتشار ونظلنا مستمرين بشوي برمق هذه الحياة الضروري لحتى نقدر نستمر. وشكرا. سنبقي على 10% من القدرة الاستيعابية للمطار، لأنه بهاي النسبة نحن قادرين نتكيف. نسبة الإصابات مع الاغتراب 0.5% حتى تاريخه، ما بدنا نظلم الاغتراب، بدنا بس المهم نتشدد بإقامتهم يومين إلى 3 إلى 4 إلى حين صدور نتيجة الـ PCR اللي عم تعمل بأرض المطار. وشكرا.